عمي كعبوره مع الامن يا اخي فطرنا بهم ورجعنا اصحابه للبس هذيك يوريك زاد بالحق لا لا سلسلمو ما خلينا زاد خاطر لاحظت شو حاجه لاحظتو شي حاجه نفس المعلم انا راهو عمر ما نشوفوش لاحظتو شي حاجه قلت لكم ما تبدل شيء ما تبدل شيء قبل ديكتاتورية تاع قبل كانت تتبولد يبعثوا لك البوليسية توا طور واكثر تتبولد ينحيوا لك البوليسية تولي خايف اكثر تولي تلعلعك عند البوليس برسل علينا صوت شلابك علاه طفيني عليك برسل علينا اعطيني صفوفك هكا طفيني يا ودي كالعادة كي رفضني يرحم والديك تولي كار الخلافة اللي شافوا اليوم اش قالوا؟ قالك صحيح مكنا من البلاد قبيلة كنا هكا توا فهمناكم، ساعة أولا خلينا نبداو برموز الفساد الجدد هذوما العبدلي وكا الفنانين وكا اللي يتقبحوا لسانهم طويل. هذه ميدا تونيزيا وكا الموسيقى نتاع الكفار ستب 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 يزينا منها. تردها اسمها 100% حلال وهاي الدخلة جديدة نتاع مسرحية. قبل ما تجيو انتوما يحط البافلوات يحط الميكرو يبدا سه سه ان دو ان دو سه سه هذه يخلص عليها فلوس ان دو الباص 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 لا توا هدها تعرف فاش هديتو يسرب في الصون بسم الله بسم الله ما شاء الله الباص اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي شبيك يا معلم قلت له قال لي عايش خويا حسب النهضه قلت له سافا علاش ما نعيشوش مع بعضنا شكيت عليه كي قال لك كيك والحرب الايديولوجيه بدات خرج له تكنيسيان اخر معايا قال له انت من حزب النهضه انا من حزب القعده قلت له شنو هي هذه حزب القعده قال لي حزب القعده نقعد نعطيها 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 نزيد ونقعد يا معلم قلت له كي باش نقعد هكا شكون باش يقوم قال لي انا نستناه في النهضه باش تقوم على حسابهم هكا باش نرقدوا بلاد كامل اصحابي باش نحطوا جريري ونقيلوا. يا ودي الناس الكل قلبك فيستا باش ترمان. لاحظتوش النهضه ترشحت من هنا والحي كي بوب كورن في البلاد. وانت مش تلقى الحي مترشح. يا ودي لطحومتي نعرفهم بلاش الحي درت نلقاهم بالحي. اكبر ناس قلبوا عليا الفيستا درت نلقى لطحومتي واحد في صاله نعرف لطحومتي. نهضه ترشحت من هنا لون دو ما هو لحيت قلت له بس لحينا لطحومتي صحاب رانا ولاد حومه نعرفها. كيفاش لحية في نهار؟ قال لي خليني يا براس قلت له اللي دبرتها لحية قال لي خليني يا عاد امور يا صاحبي قلت له براس لحنينا ولا تحومة دفنينهم مع بعضنا قال لي مرجو لعي بعثتها لي اختي من فرنسا قال لي بعثتها لي في باكو قد نكاية ومعها كتاب كيفاش تستعملها قال لي ريت لحية ذي طب بيها 5000 متر تحت الماء ما تتبلش سواتش سكرنا الكاميرا من غادي عاد بارك الله فيك فهمتش انا كيفاش واحد قص ب 10000 وانا قدامه بكانزا دوما سيرتو انا قدامه هو يصور فيا صار شوية في تليفونه يا اهلا وهنا يا عبد الله سكر معلم الكاميرا يا رحمكم ميرسي
قلت لك الناس كل قلبك فيس يا ولدي، ولاد حومتي قلبها فيس، امي قلبك فيس، روحت للدار قطعه مصيفه اللحيه، امي قلت لها ما لاباس، قالت لي عاش ولدك هاو لاموزه، كيفاش لاموزه يا امي نورمال تعمل، قالت لي اش نعمل؟ انا بطبيعتي لابسه خمار وفوق سفساري اش نزيد؟ اللحيه، قلت لها باهي نورمالمون بعد الخمار والسفساري تحب تكمل تعمل نقاب، قالت لي جربت ولدي ديبا، خرجت بيه حسيت روحي كاني ما خرجتش. قالت لي نحوس بالنقاب انا وبوك انا نحوسه بشباك برنا. قالت لي قلت له قلبت حط لي محبس، قال لي اعملي اللي تحبي ازرعي فيه النعناع كذا. بدي ناس كل قلب فيس، الجوار بتاع الكوره. هذوكم من غير ما شاوروهم قلبوا الفيس، كانوا يلعبوا بشورت كل مره يطولوا، قال لك عاور عيب. ونعرفوهم اكبر زفره في تونس كي بدا يلعب، حتى كي بدا يلعب كامل يسب تك 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 لا توا هداها مربي بلي شدت النهضه كيفاش ولاو يلعبوا مر الكره جزاك الله خير جزاك الله محليك جزاك الله ما شاء الله ضربه عندك ضربه عندي ما شاء الله اجر عندك اجر عندي ما شاء الله ما شاء الله هاي بدك تسخن لعبه ما شاء الله افتح بش صدر ما شاء الله افتح عينيهم كيف صرت تسخن عندك نعم الله عليك افتح لا هنا عايش خويا مش هنا هذه نصلي بها صايب الكوره ما تريبلش برشا تريبيل مكروه منهم قول مش عشان تقول ولا قد ما نشدش غادي يقول له قال له قبل لربيت الزفر قالوا له بونتو ولا بيلاتي ولا كفران قالوا الله اعلم لا افتري على الله كذبه هذه يجيب لها امام من مصر بيلاتي ماركات الكره دخلت في الشبكه لربيت الزفر قال له مش بونتو قالوا يا ودي هاك الكره في الشبكه قال له الزوار بتاعكم منزوس على جنبه قالوا له شنو الحل؟ قالوا جيبوا لنا جوار مش على جنابه يعاود يشوفه. قالوا له نمشي نجيبوا لك جوار تونسي مش على جنابه. انظف واحد يبدا راكد بيهم على جنابيه. ولي سيب سيب. قلبوا عليهم الفيستا اللي من فوق. قال لك يسيهم هكا اللبسه توا نتاع الكفار وكا نتاع الكوره هذيك اللبسه نتاع فرنسا. توا يلزمهم شبه بريوليه في السيف. مسكن من لبسهم الشبه بالسرقه طفت. منهم السراق فهموهم عشان ما يخط عليهم واحد حاب يسرق قال غازل 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 يا بولي سخرت عليه البوليس قلت له مره خط عليه قال مش سخرت عليه وين سخرت عليه نشري في نص متر تحب نخط عليه ما خط عليه انا كان متسقي تجيك الواحدة كيف فهموا الحكايه كثرت وسرقه كثرت مشاو عملوا مظاهره قدام الداخليه قالوا مش معقول حبونا نخطوا على السراق تونس كل يعرفونا رجال هم شوفوا شنو غلط عملوا لنا فوت بعد جمعه اخرى البوليسيه رجعوا للداخليه قالوا لي عكسرتونا بدلتونا الاكريموجين بالدخول نضرب المظاهرات بالاكريموجين الناس تقوم تروح وتهرب تقوم تبكي توا نحن نحطوا البخور الناس تهبط تشطح جيب له جيب له نطهروا له ما هو البوليسيه جيب 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 حتى الرفلوات تبدل يا عسل عنك الرفلوات يطلع زي الغالين تيطلع حتى بتيطلع تيطلع ليه هكا اجا توا عاش ولدي وين طالع تتوسى وتطلع حتى شعارك بدل تتعدى كرهه مثل ما سيتو تدفع الزكاة وتتعدى لها ما عادش توا بوليس زوج جوم وشعار باش تشد رئيس مركز زوج جوم وسبحه تعايا خاصه البوليسيه عديتها في الوقت تقول لي كان الناس كل قلبوا الفيستا فما ناس كي يقلبوا الفيستا في تونس فما نوع متاع رجال كي يقلبوا الفيستا معناها تونس سيء ما عادش فيها حتى حل لي زوم مودرن كرجال كي متفتحين ياسر ما عنساهم اذا كي قلبوا الفيستا سيء البلاد ما عادش فيها ما تشوف عندهم لي كوب المودرن كي يبداو كيفنا كل واحد من البلاد لكن كي يتعاركوا يحبوا يعملوا روحهم مدخمين علينا ولا يتعاركوا بالفرنسي يقولها تاكل ما تقوليش تاكل سي توا تاكل تو فيرم دابو سي ما تش فابلش je t'écrase les yeux, tu m'écrases les yeux, voilà, il t'a une tartine. Il y a pas de la hargasse. Je vais qu'il y a une tartine bien. La hâte, j'ai tous les modèles, c'est pas une ligne qui trace, c'est un jalas. الرجال هذوما قلبوا الفيس تاع نساهم كيفاش نساهم هذوما مسكين دخلوا بعضهم كل الزون فان مودرن كل ديما يحبوا روحهم حاطين حتى وديما سهرين الكلام هذوكم ساكن كيفاش بدات؟ ذكروش ايامات الانتخابات الناس الكل بدات تشم النهضه بدات تاخذ في الكراسي الناس الكل بداوا يشموا النهضه باش تحكم هكا نسى الموديل بتاع تونس كله على الصعب شو اللي يحكوا فيه اسمع الدولة حياة
مهما كان مدير ولا مش مدير مع مرته لازم يوري روحه في حل. هيا قولي شيء يا عمري قولي يا ولا اخواتي مش حابين نقول لك يا سيدي فرنسي خذ عليك يا فرنسي تلمو يعشوا نسي هذوكم رجال قالوا اين ياخذوا موقف هيا شوف راجل نتكلم فيك شد النهضه ولا ابو لحيه ولا الشعوين ولا الملحدي مرتي تلبس اللي تحب تونس على رجالها ما يحكم فينا احد حلوش البس اللي تحب البس مني مرتي تحب نكحل شكون يسال احلام شكون يسال سوا شقط علينا التكحيف البلاد احلى تكحيف البلاد الناس كل تحرق حتى اللي لابس عليهم يحرق حلوش كان شو اللي يشوف اللحم كان في السار انا اقوى اربع مدرسه في تونس اللي موقف كرهبه واللي موقف كيان واللي موقف هامر قدام الزازار يلحموا فيه في خط بقري معلم قبل ما نكملوا خلط فيهم في حاجه برشا ينقضوا قاعدين في المسرحيه بتاعي ويقولوا نشوف الجرائد ونشوف الفيسبوك ونتفرج في التلفزه برشا فما اللي يحبوك ويجيو كيما جمهور وفما حتى اللي ما جاش وينقض عباد ما تفهم بالغلط يقولوا لطفي العبد اللي ينقض في الدين ويسب في النهضه انا نطلع عليه كافر ساعه اولا انا كي نحكي على النهضه انا نحكي على حزب سياسي ليس له علاقه بالدين بل له علاقه بالكراسي التونسي ما حشتوش بوسيط بينه وبين ربوي لأنه الإسلام ما فيهش وسط ثانياً كي نحكي على الدين ما فيش ننقض في الدين أنا مسلم كيفي كيفكم أنا ننقض في علاقة التونسي بالدين ويلزمنا من حق نفهم علاقتنا بالدين علاقتنا بالدين يمكن علاقتنا بالرادار بالضبط التونسي يكون مفشخ الدنيا الكياس يوصل قدام الرادار يتلف يقول لي تبهنس طال خير خير رادار هك تشوف والله هكا تشوف تسوق سلمني على الرادار اقول مقيم سلامه يفوت الرادار ويعطيها تونس يبدا مخمس يوسف نهار الجمعه يولي مسلم السلام عليكم لا عاد هكا تشوف الحمد لله يا لا لا عاود لنا معصيه يفوت نهار الجمعه ويتفتح الدنيا انت بتعرفوا علاقتنا بالدين انا كل يوم في حومتي ما يمكن اصله كالحب انا عندي حمى عربي ديما فيها كل يوم مع ولاد حومتي مره تذكروا كان مشكل نسمه وقت جابوا كاريكاتير في بيرسيبوليس تقلبت البلاد الناس كل تحب تحرق نسمه دخلت لحومتي نلقاهم مش تحرقوها الناس قلت له عليها قال لي انت كنت عليه انت الناس كلها هبلت يا اخي جا واحد بانتي في حومتنا الناس كل يقدروه غير عادين برشا قال لي يا شعب مش عملت ناس رانا مش نحرقوها قلت له مش نفهمك الناس راهو ما نعرفش عملوها بالعانيه مش بالعانيه جابوا صور متحركه من ايران ماهيش تونسيه اولا وفيها اللطف معناها لطف بالحق معناها قلت لهم فيها لطف معناها كاريكاتير بتاع المولى لطف عز وجل تلمو ما عجبتوش الحكايه وغار على الدين قام يكفر قلت له قال لي صوروا ربي يا طيا قلت له شبيك تكفر قال لي يعملوا كاريكاتير بتاع ربي سي ما يكفرش نحكي عن النهضة وشد يحكينا عن النهضة مش تشوكيو مش نحكي لكم فازة تشوكيو النهضة تعجبني باش علاش؟ لأن الزوز مثلوا مليح لكن أنا نضحك الشعب ما نضحكش عليه وسمعوني قبيلة كان قلت نحن التوانسة قلبت فيستا خاطر كلمة نقولوها في المجتمع لكن كي تجي تتبع وتحلل مليح ماناش قلبت فيستا التوانسة اللي ما يفهمناش وما يحللش الشعب التونسي يقعد حياته الكل ما يفهموش التونسي مش قلب فيستا التونسي بدل الرأي فيستا على خاطر التونسي بالعاطفة يعيش بالعاطفة مش مع الواقع بالعاطفة التونسي تبداش ملياردير تحب تسخف وتسخف ينجم يجيك واحد عنده 20 مليار ينجم يسخفك التونسي تكلمه هكا تبكي له شويه تقول والله هيك تشوف عندي 20 مليار والدار بالبيسين والولاد كل يوم ياكلوا في الكافيار والمراه معذبتني كل يوم تصرف مليون وتقول والله نفسك في حمام القلب والله اعطيني في النهار اعطيني برا هكاك ربحونا هكاك هما جاونا بالعاطفه راهو ثلاثه اللي رشحناهم امي سميتهم التركه على الترويكا باش رشحناهم بالك شي عملنا معاهم بروجرام ولا نعرفوهم ولا عشنا معاهم ما نعرفوهم جمله ما كانوش يعيشوا معاهم
اللي كان 40 سنه في الحبس واللي كان برا رشحناه وسخفونا. الناس مساكن يصليوا وذوكم نتاعنا وربي يهديهم وكهو يسينا ما كتسيه هذوك الفاره يعطيهم الحب. عاد يصليوا وربي يهديهم في تونس كل تصلي. انسان يصلي ربي يهديه تحطوا كرقري في الكتاب تحطوا مده تحطوا في السلاميه ما تحطوش في العقل. بتزبط تحطوا زين الداخليه كيك نورمالمون تعطيه يبيع فك الكتاب الكرنيه تاع بناء جامع. هذه الاولانيه نمسك وجعفر كيفاش رشحناه زاد مسكين والله يسخف وشعره احرش كيفنا هكا ظاهر وما صبغش ما غشناش كيما الاخر رشح والمرزوق سخفنا زاد مسكين بزقيقي وك الرقبه هكا وليه عام كلاش وسكت في الحاله يموت شي لا يدخل وياكل. بعد عام راهو التونسي بعد ما يتخفتيش المشكل بعد عام الشعب التونسي الكل ولا يخمم التونسي يخمم كان بعد ما يدخل بعد عام التونسي الكل نحكي معاك يقول لي ما فهمتش كيفاش رشحناه شكون رشحهم هذو شكون رشحهم ليبيا رشحتهم ما نعرفش تعرفوا بالرسمي البرزوقي مثلا المرزوقي بالرسمي هذه الناس الكل يعرفوها مش جديده مقبل مقبل اي شد رئيس الا ما صح على انه ما عندوش صلاحيات ما يحكم في حتى شيء مش معناها ما يحكم في حتى شيء معناها حاطين ذاك المرزوقي رئيس للوهرة وين الوهرة؟ ما احترامنا للشخص الوهرة وين؟ نهبت اللوجه معاه يا سيدي انت اللوجه لك على الوهرة يودي نقص حسن وخاصة بعدين حاطيهولنا رئيس على الوهرة تحبوا التوريست يرجعونا وفلوس كي حبيتوا رئيس على الوهرة وما عندوش صلاحيات معناها بوكوس وما عندو له الصلاحيات معناها باش نفيسوا به يحطيتو هشام رستم على كلها شعر ورد نركب الخط خالد عندنا شتا عطيه في الكليب نصور عنده رئيس بوكوس باهي يا سيدي ما عندكش وهره تفهمنا كشعب تونسي رانا نحبوا شكون يفلس نحبوا شكون يطلع لنا قدر يجي يسلم عليك كله ما نسلمش يا معلم راني رئيس تونس مش نلعب معاك ليه الراجل اللي يجي يسلم عليه ينحك البرنوس في القصر المشي يا معلم ارجع اقعد كتبان صديق كتبان صديق بنت ولدك حلواش تو قعدنا نحنش قعدنا في تونس لا عنا راهو لا بترول لا عنا لا حتى شيء ما عندناش فلوس عنا كل قصر نفيسوا بيها العالم كي يشوفوا القصر نتاعنا مزين عملوا بورقيبه والدنيا يقولوا محلاه لا طيح له قدره ردوا دحدح القصر انا كامل حاوس بقول لي دات الصغار هم محلاه القصر يا عم ومسقوق نحينا من المرزوقي ربي يخليه الجبال ما شاء الله جبالي اللي عنده شطر لحية بتاع السناف هم يراتوا من بعيد ليلات ما ترسم ليه خاتي وليدي تو لابس كل منطوم يا اخي يا ودي هو جبالي على رسنا وعينينا اي تونسي على رسنا وعينينا جبالي 14 سنة حب تخل وقت اللي تكسفون بمين وقت اللي تكلم صاحبتك تطبوها يهز ظهره تهز بنت خالك مش تكلمها خرجت يلقى ناس تحكي بالبلوتوث وي في ما فهم شيء في بالو الناس هملوا يحكي وحدهم في الشارع قال هز الناس كل حق سالي حرب شو كل حق جالي رلمو بالرسمي في البلدان المتقدمة ولا حتى في تونس عبد فات 10 سنين حبس ساعة قبل ما يعديوه للمجتمع يعديوه معاها عامين بسيكياتر عمين سيكاتر يحكي معه بعد عمين يعرفوا فيها على العائلة خاطر كبلوا وتبدل هذا الرجل كان موزر عدوا للوزارة طول كيف مشي فهمنا كان موزر وانت عدوا للوزارة وبلس مرزوقي قلت مرزوقي علاش جبالي انا دوخني رو جبالي ما فهمتوش في كل المواقف يضحك اسخف منه ما هونش تقول له البلاد لا والله اسخف منه وقيد بالرسمي ها وقيد بالرسمي والله يسهل والله يسهل هاي انت قاعد بيت انا ولا قاعد مرخوم الاخضر ما تجيش توش بدلع بيت من هيك لعبه الاخضر الواحد نتاع بكري كانوا كيف ليش بتزين يتنرفز بكري كانوا كيف كيف بالضبط ليش بتزين يتنرفز والله ليش بتزين يتنرفز كانوا هيك بكري انت ولد حريه واحد باعوله الزطلة مضروبة مشان في بالي احنا سيء ما عادش باش ندافع على اشخاص في بالي سيء تعدينا هو انا نافهم ليه في بالي لا مش انت جاي معمر علي معناها انت منو جاي معمر علي لا سامحني في بالي فما عبدي نجم يضحك في المواقف هكاك ما ما ياخذ شيء قال لي هذيك الشيخة نتاع سوبيتي فرش بتاع الناس قال لي يا اخي وزيد الشيخ منه
انا جاي معمر علي ما حققش خسرت 10000 ولا 15000 هو وصل الحي ونحوه اي ما حققش قصيده 15000 تنجيب لك انا فيديو نورمال خرتي لها نتاع السوبيتكس ساعه ولا صدر قلبي ما شاء الله او راه في الزبله يقول ما شاء الله تخرتي لها ثانيه حتى اللي قرات كرات نتاعو مسكين دخلوا بعضهم الشعب التونسي تنش نكذب عليه الشعب التونسي كل اللي راها في التلفزه في الفيسبوك خزل رئيس الحكومه عمل لك وين الحكومه يا معلم تجي تقول للحكومه نحن شو نقول؟ يمكن بساعتنا يا ودي حتى المنكرت كراتي معاه قالوا سقر سته الى سقر سبعه تو مش معقول تو شنو وين الحكومه؟ ما نحن شجره معاه يا ودي مثبتش بالي معانا ولا لا؟ انا خاطر مش نقول له هندي تقطعيه بالك شي مندس ولا حاجه قال لك وين الحكومه؟ ابعث له قناص من فوق يعطيه ولا حاجه تحمل مسؤوليتي وجبالي راهو لسان الحق هذاك يقول الشيء اللي الناس ما يحبوش يقولوه تخرج له تخرج له اقوى فازه صارت له خلينا نفهموا ساعه روايحنا الشعب التونسي ساعه نحن شكون نحن الشعب التونسي في ليزيتود بسيكولوجيك عملوا علينا شعب سكيزوفرين الشعب الوحيد اللي عنده شخصيتين عنده انفصام في الشخصيه الشعب الوحيد اللي عنده النيه الطيبه والنيه الفاسده فرد وقت الشعب الوحيد اللي يحبك ويكرهك فرد وقت الشعب الوحيد اللي جاي يحب يعمل جو ومن تو ناوي يخمجها يا بنتي مش نورمال الشعب الوحيد حتى كي يقول لك محلاك يقول لك هنا امبوك يا سخت المحلاك لازم يذلك باش يقول لك بعد محلاك يا هم يا سخت النعم طلع عليك شن عبو الشعب الوحيد نيته طيبه ونيته فاسده برد وقت الشعب الوحيد بدي يحكي مع طفله كيف اخته يكحل عليه قلنا خمسه خمس عليك اختي لحنينه راك اختي لحنينه راك اختي راك خمسه خمس شبيك تحكي معاها كيف اختك بتكحل عليها قال لي برجوليه في مخي كيف شو كيف اختي بطني ما نحكمش فيها كي نحكي له على جبالي جبالي ما هو الا تونسي كنا عندنا نفس الكود وعندنا نفس العقل كيف كيف جبالي ونحن الكل كيف كيف الجبالي عنده شخصيتي عنده الباهي والخايب مره خرج اول خطاب عمله جبالي تقلبت الدنيا وقال كلمه خلاف ما حبش يقصدها هو الاخر اللي في وسطه قالها غدر غزال حب يعمل سكور بوليتيك مونيتر قال السلام عليكم مرحبا بكم نحن شدينا الحكم توا يا تونس تهناو الحرية الشخصيات اللي يحب يصلي يصلي اللي يحب اخي انا هو بيدو تقدر قال قال لازم نبدا نخدم على روحي لسه كنت اجي طيب دونك حرية المرأة حرية الرجل توريست مرحبا بهم اخي انا مش هو قال الخلافة كيف وتونس تعاودوا قلبوا الفيستا مرة أخرى ولاد حومتي نعرفهم في صاير نورمالمون دورة الصباح نلقاهم بالحي وبالجبد وبالسيوفة كي يعملوا غزوة بدر أنا غزرت كالعادة نحن في الحومة نسلموا على بعضنا نقولوا واه أنا قلت واه وقال لي نعمة الله عليك سأختار راك سبسايف نحن نقول السلام عليكم قلت له شبيه يا مان قال لي الخلافة شبيه الخلافة قلت له كيف الخلافة قلت له ليه ما فماش خلافة راهو خرجوا النهضة عملوا ديمونتي في راديو قالوا لا ما فما شيء راهو ما يقصدش هذيك الخلافة الراشدة وحكاية فارغة ولا باس قال لي قالوا قالوا صح نحن عملنا سانفستيسمون تاعنا قال لي شرينا سيوفا والحية ضيا منطورة فهمتش ولاش باش نعمل قلت له علاش عجبتك الخلافة قال لي الخلافة تعجبني والنهضة تعجبني قلت له عليك تعجبك النهضة قال لي النهضة تعجبنا خاطر عندنا نفس الباسيل قال لي هما شبعين حبس نحن الحبس في دار قال لي هما يحبوا الوزاير نحن ناس موزرة من عند ربي هذا الشو قلت له شي عزم كاخر قال لي الوحيدين تيجوا يحكوا معانا وقت الانتخابات الحزب الوحيد جا يحكي معانا بالعربي الاحزاب الكل جات تفايز تحكي معانا بالفرنسية توريست قدامهم وفما حاجة أخرى قال لي الحزب الوحيد كي يحكي معانا فهمنا ديننا قلت له شو فهم قال لي الحل نهضة كي يحكوا معانا فهمونا ديننا قلت له شو فهم تفهمونا اللي نحن مسلمين وقال لي فهمونا الاسلام نتاعنا حاجه قديمه عندنا انتيكا معناها كي نشوف بابا وامي وماتي وعزيزي كلهم مسلمين مش حاجه جديده قلت له ما فهمتش قال لي مش نفهم كي كيفاش فهموني تنفهم قال لي ريت ديني هو دين ودين بابا ودين امه ودين بو ودين امه ودين امه والحمد لله دين والدين الكل قلتولنا دين والدينا الكل فرحتونا وانتم مسلمين كيفنا قالوا ايه قلنا مالا دين والديك ما معاه وان شاء الله تشدوا